هذول يا اخوان اللي هسه لقيتهم من هناك طريات ولايقات وشغل طبخ متوسطات، لا هن صغار كثير ولا هن كبار معصيات زي هذول. فطر الفيزنت، طبعا هذا اسود بشيله بس الفطر بعده طري، مع انه مرت علينا فترة حم بس طري كويس وحجمه مناسب للاكل. اذا بنترك اكبر من ايش بعص كثير، شايف هذا واحد وهذا اخر، سواد اتوقع يا من الشجر هذا الاسود يعني لون بس، شايف ها شايف شلون بروح شغله لايقه ومتكتكه، هذا وجبه طري بعده طري يا اخوان، ها ما هو ناشف. وهذول صغار مش راح القيهن، نرجع لهم كمان كم من يوم بنلاقيهن ايش مرتبات ومتكتكات مضبوط ولا لا. الله انه شايف هذوض إلهن فترة طويلة يبدو مع موجة الحم كبرن وما حدا لقاهن وبطل صالحات للأكل، يعني مش نافعات، بس خليهن منظرهن حلو وكويس. موجة الحم هاي برغم انه في موجة الحم بس في انواع فطر صيفية يعني بالصيف بتطلع، بس يبدو انه اثرت عليها موجة الحم شوية، حم لما جت اليومين لما كانت نار، بس منظرهن لايق هذول خليه. وهاي الشجرة راح تنتج يعني بتطلع من هذا النوع راح تطلع كمان وبتطلع انواع ثانية خاصة في فصل الخريف. هذا اللي هو سولفنا عنه بسموه فطر الفيزنت او اللي هو الدرايد صدل، اللي هو قلنا بيجي مرقط زي هيش زي زي شكل الفيزنت اللي هو الدجاج البري الأنثاية، تيجي زي هيك عبني منقطة بني ومن تحت زي الاسفنج. طبعا هذا يؤكل وطعمته مرتب كثير، أنا جربته يعني وأكلناه وطلعنا في فيديو، شايف طري ولايق ومرتب. نعيد ونكرر للناس اللي بيعلقوا دايما الفطر بالبلد هاي، دور واقطف ونقي زي ما بدك ما في مشكلة، حتى أنا يعني بقطعه من الساك تاعه بخليه بالشجرة، حتى هاي ما في داعي إلها. الأنواع الفطر هاي كلياتها البيئة تاعيتها والخطوط منتشرة في كل الأرض، حتى هذا مش كلام علمي يعني إنه قصه مشان يطلع مرة ثانية، لا بطلع لا تخافش، موجود على المواقع البريطانية وبقول لك يعني حتى بيعتبروها من الخرافات في عالم الفطر. بس مع ذلك أبو أحمد بأخذ الجانب الأسلم بقصه وبيخلي عرقه بالشجرة، واللي بالأرض نفس الإشي بنقصه وبنخلي بالأرض، مع أنه ما في داعي الأبواغ نفسها بتنتشر وبتطير ملايين الملايين منها. وبس والله مشوار لايق هذا، ما توقعت أني ألاقي فطر، بس سبحان الله هذا الفطر صيفي بالصيف. في أنواع فطر كثيرة يعني بتطلع بالصيف على طول السنة، في فطر ببريطانيا جو بيساعد، شوف وتفرج. حتى لحميت والله الحرارة بجوز 25 بس متغير، يعني انت ملاحظ الآن انه مغيم، البارح بخبخت بالليل مية اشتت سبحان الله، بس الجو حامي يعني مش حامي ربيعي، خلينا نقول 20-25 اشي زي هيك. خليتشن انت خليتشن ما بدي اياتشن، هذول بكفلني ريحته بتجنن. يلا واني ماشي هسه عيال قلنا انه في زلمه ومعاه مرته انجليز يعني عمارهم بجوز فوق 50، قالوا هاي، قلنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قالوا شو بتساوي؟ قلت لهم والله شوفت عينكم
بلقي فطر. قال أبي قديش شفنا منه هذا على الطريق، بس المشكلة من خاف النقي. قلت له ما السلافة بدها يعني بدها شغل. أول قلت له أنا لي سنتين بقرأ على الموضوع، ما بين نظري وعملي وتدوير ومشاهدة فيديو ومشاهدة موقع الأكل البري البريطاني وبعض المواقع الأمريكية، كله بالإنجليزي اللي بشوفه للأسف، لأنه المواقع العربية يعني ما فيش شيء بفش الغل. أنا آسف بس هاي الحقيقة وهذا اللي شفت. فالمهم وقعدنا نسولف وشلون بتعرف وما تعرف. المهم سولفت لهم وقلت لهم في كورسات في دورات بعطوها، ونصحتهم طبعا بعض النصائح ومن هالسوالف هاي. وابنين انت؟ قلت لهم من الأردن وبشتغل هون المستشفى. قال يسب الله انك يعني مبدع، هيش قالوا. قلت لهم لا مبدع ولا شيء، عادي ترى السلافة بس بدك تقرأ وتبحث. قلت له هاي الشجرة اللي قبالك تعرف شو اسمها؟ قاعد يتحزر، بعدين يقول لي زان. قلت له والله شجر الزان، برافو عليك. سألته عن شجرة ثانية اللي منتشر هون، شجرة هايها هي سبحان الله جنبي، هسه برجيك إياها. هاي شجرة اليوتري أو التقصوص، هاي واحد جنبي أيها. خليك بالصدفة. سألته عن يعني بعرفها ما بعرفها، طلع بعرفها شكلا بس ما بعرف يعني شو مميزاتها، وما بعرف إنها سامة ومنها السوالف هاي. مش مهم، المهم إنه أنت يعني تبحث وتتنور وتدور وتشوف وتشتغل على حالك. قال لي زماني كبير بالعمر 50 مش عارف شو. قلت له زين عادي عادي عادي، هاي الشغلات يعني ما لها عمر، والله كبرنا وصغرنا وما كبرنا، هواية. وقاعد يسولف لي طبعا عن شلون هو مرته بظلوا يتمشوا وبشوفوا فطر بس بخافوا ومن هالسوالف. قلت له عادي ولا يكون لك فكر. قال بعدين والله قلت له يعني بطلع فيديوهات على قناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طلب اسم القناة، قلت له بالعربي للأسف يعني مش راح تفهم شيء. وسولفنا كثير عن الشجر وشلون انه مهم تعرف اللي حواليك ومن هالسوالف. الناس تهتم يعني، بس كثير ناس حتى هون غشيمين يعني. شغلة الطبيعة، الفطر، الشجر، النباتات، شو موجود حواليك، ترى يعني كثير ناس غشيمين، كل المجتمعات مش بس يعني مجتمع معين. المهم خلينا أكمل.